متى برأيك بيفشل الزواج؟ علي، الزواج هو أسمى مؤسسة بهالحياة، وثمرة هالمؤسسة هن الأولاد، الاستمرارية، الوجود. والزواج هو شراكة بالنهاية بين شخصين، بس وقت اللي شخص بده يلغي التاني بده يبقى شخص واحد بالزواج، ببطل شراكة، ببطل زواج. حسيتي حالك لغيتي نفسك بمحل ما أو ألغيتي؟ لا، أنا ألغيت، بس هيدا الشيء صار من الماضي، وأنا اليوم مستعدة أعيش مرحلة جديدة بحياتي وأفتح صفحة جديدة. مشان هيك أنا اليوم طالعة معك وعم بتحدى حالي. مين كان مشكل عقبة قدام تسويات عدي بالماضي؟ ولاد الحرام وكتار، الله يسامحهم. طريقة إعلان طلاقك من قبل الإعلامية ريمان جيم ضايقتك؟ ما رح كذب عليك، إيه ضايقت وتفاجأت. وأنا كنت بتمنى لو هالإعلامية اللي عم تحكي عنها تضلها بدورة الإعلامي بدل ما تلعب دور قاضي عم ينطق بأحكام على الهوى، كان أحسن. شو مشكلتك مع الإعلامية نضال الأحمدية؟ أنا ما عندي مشكلة معها، بعتقد هي عندها مشكلة مع الكل. يعني أنا مرة بكل محبة حكيتها وطلبت منها أنه بليز ما بقى تألفوا إشياء، ما بقى تحكوا إشياء من راسكن، مش حلوة بحقكن. وجاوبتني وقالت لي أوكي، وكان جوابها إيجابي لحديت مبوعة تاني يوم وبتفاجأ إنه حكين عن أهلي بالعاطل. شو بدي أقول لك، يعني في مشكلة مع حالة، ولقيت آخر شيء إنه على الفاضي الحكي، ما حوصل لمحل. الله يسمحها وتحكي قد ما بدها، ما بقى عندي مشكلة. ما بيأذيكي حكي، لأنه بكل مقابلة بس يجيبوا سيرتك أو يجيبوا سيرة طلاق وائل كفوري بتهاجمك بشكل عنيف وقوي. لا، بطل يزعجني صدقني، بتحكي لتشبع.